حطون واجي نقول لك رايحة للغربة بذاتك أحسن لك خايف يا المحبوب تغدى هذا كل الأطباق بعد ما صبغتهم بالرمادي وعودتهم بالأسود. هنا ما كان يعني في داعي باش نصبغهم، يعني راح نصبغ عليهم هالصور. هالصور حاولوا بيكبرهم لي بالبريموت وما قدرناش، يعني كان كثير من الصور تاريخية عن الجزائر في العهد العثماني وما بعده. أميرة عبد القادر، أنا اخترت ندير ديكوباج بهذا المرأتين على هذا الطبقين. هنايا طبقوا الصورة على أربعة ونديروا قياس من منتصف الدائرة إلى هنا ونقص. المهم أنا غادي نلصق الآن بهذه غراء الخشب بلا ما نزيد فيه الماء، وبعدها ندير شوية ماء شوية من الغراء ونلصقهم من فوق، يعني ثبتهم شوية خليهم يجفوا. وهذا الفارغ راح نمليه بنفس اللون من لاكواش في كلا طبقين. هنا كملت الصورة الأولى، جهة البني ضفت تقريبا البني، جهة الأزرق أو الموف ضفت الموف، وجهة الأزرق ضفت الأزرق، وقعدت الصورة في الوسط، يعني بعض الدمج في الألوان. هذا هو شكلها النهائي. لما تجف راح نزيد لها الورنيش أو الفيغني شفاف. هنا هذه مازال ما خدمتهاش، نخدمها معاكم. تقريبا هنا اللون راه على اسود واخضر، ممكن انا هنا ندير عندي هنا الاخضر والبني نزيدهم شويه اسود. نجربوا هنايا ونشوفوا كيف راح يطلع اللون. تقريبا نفس اللون، نزيد شوية أخضر، أخضر فاتح. كأنها فارغة. هذا هو اللون. أنا درت الأسود والبني والأخضر الفاتح. إحنا راح نعمرو هذا المكان تاع الورقة، من بعد ندمجو. هذا هو الدمج. هذا هو الدمج. راح نضيف شوية ضوء من بالأبيض لما نكمل هذا الجهة.
الشكل. راح نكمل هنا نفس لون الفستان، في هنا شوية ضوء أخضر نضيفه، وهنا اللون على ما أظن بياض على أزرق، هذا الأبيض. شوية أخضر باش ندير هذاك الضوء. الأزرق مع الأبيض هنا عندي، راح نكمل تقريبا على بياض. هنا نعمل دمش، هذا دمش. هنا راح نعمل هذا الضوء اللي في الفستان، نكمله هنا بعدين ندير الدمش أخضر. هذا هو الشكل. شوية ضوء شوية أزرق هون، أزرق تقريبا أنا أخضر فستان. هذا هو الدمج. هذه مجرد إضاءة لأن الصحن أسود. لما تجف راح نزيدها الفيرني، اما هنا راح ندير ناكري في الارجنتي، فضي لامع، يعني مشي كل طبق فقط لمسه يتوش للاضاءه ولتعطي يعني تميز بان هذا الصحن قديم فقط. هنا انا ما عنديش الصبغه ناتخي في الفضي، راح نحط من هذه. هذه تجف بسرعة، لازم تكون حركة خفيفة. هذا هو الشكل النهائي.